الصليبية التي أعادت للأمة عزتها وكرامتها وحقوقها وشمها وطعمها. وهذا العام بإذن الله القوي الجبار سيكون عام حصاد وتمدد وانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة. ولقد تعددت صور التغيير في كل ثورة لأن الثورات لا تستنسخ، لكنها تغيير جذري يحول واقع شعب بائس إلى واقع مختلف تماما، وتكون الخطوة الأولى في الثورات إسقاط النظام. ولا يكون إسقاط النظام إلا بإسقاط رأس النظام أولا، فتنهار بعده كل مفاصل النظام البائد تباعا، تتساقط تساقط أوراق الخريف. في ثورتنا الأولى سقط آخر إمام في ذلك الحكم المتخلف، ثم سقط بعده الحكم الإمامي برمته. وهكذا كان السيناريو في ثورات الربيع العربي السلمية، فالأهداف قد تتدرج وتتمرحل، ولكنها في نهاية المطاف تصل إلى نهايتها. هناك قصة ناخذ منها فائدة في إحدى قرى الحجرية. رجل أعطاه الله طاقة في المشارعة فتفنن فيها
ثوار الأرض. فيأتي الطاغية من الأفعال والتصرفات والتحريشات والمؤامرات ما لا يخطر ببال، لأنها آخر سهم في كنانته والفرصة الأخيرة قبل إسدال الستار على ماضيه المأفون. ولأنها كذلك تأتي والثوار قد غرهم النصر وتباشيره، فلا يحسبون لهذه اللحظات الفارقة حسابها، فيحيط بهم الفشل وتذهب ريحهم. والله حذر قائلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم، تذهب قوتكم التي حققتموها بصمودكم بصلابتكم بتضحياتكم بجراحكم، ويذهب انتصاركم الذي حرستموه. وما ثورة 48 عنا ببعيد، فلقد استهان آباؤنا الثوار الأوائل، استهانوا بالإمام أحمد ومكره، فكانت الانتكاسة ومصرع الابتسامة. فلا تستهين اليوم بمكر أبي أحمد، وسدوا عليه أبواب النجاة والتحريش بلحمة ثورية سياسية شاملة تزرع اليأس في قلب السفاح المخلوع. معاشر الثوار، معاشر الثائرات، صبرتم على ظلمه وفساده ومصائبه أكثر من 33 سنة ولم يبقى من عهده الصوري إلا 38 يوما. ويلي صبرت الكثير، يلي صبرت الكثير، ما عد يضر القليل. فالحذار، الحذار من التنازع. والله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحذرنا سبحانه في 37 آية من التنازع. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا في 23 حديثا من أن نتنازع. الطاغية عفاش، معاشر الثوار، الطاغية عفاش، وبعد توقيعه قال فاضحا خطته المتسلسلة قبل وبعد التوقيع، قال كلمته الآثمة: المهم حسن النوايا وليس التوقيع. نعم، صدق من قال: مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. راهن عفاش ويراهن على شق الصفوف في الساحات والميادين أولا، وإذكاء الصراع والتخوين وكيل الاتهامات بين المسار الثوري
السياسي ثانية، وسينتظر نتيجة التحريش الآتم ثالثة، عله بهذا الجرم أن يستعيد ملكه الضائع أو يرتب لأسرته وضعا. الشاعر الحكيم قال في جريمة التحريش بين الأحرار، وهي من الجرائم العظام، من أكبر الجرائم التحريش بين الأحرار. قال الشاعر: وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحرار هينة الخطب. حرص عفاش منذ البداية أن تتضمن المبادرة والآلية. مخططات عباش لتدمير الصف، حاول استفزازكم بأعمال وتصريحات وقرارات، بل بشن الحروب حتى استفز نائبه الذي شكاه لأسياده، لكنه عاد خائبا أمام صبركم وسلمية ثورتكم وصخرة وعيكم. آخر الاستفزازات مشروع قانون. جمعتكم مباركة أيها الثوار أيها الأحرار، واعتصموا بحبل الله جميعا، هو شعارنا لهذه الجمعة المباركة. أيها الأحرار أيها الثوار، بعزيمتنا بصمودنا بإرادتنا التي هي من إرادة الله، سنحقق الأهداف التي خرجنا من أجلها والتي ضحى شهداءنا في سبيلها. أيها الأحرار، نطلب من الجميع القيام لنهتف بعض الهتافات. لنهتف أيها الأحرار بالعزيمة والصمود، سوف نحقق المقصود. بالعزيمة والصمود سوف نحقق المقصود. ثورتنا ثورة أخوة تناجم بالبر والتقوى.